السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله الفيديو الأول من شرح منهج إنجليزي سنة ستة ابتدائي. بإذن الله هنكون معاكم في المنهج كامل، هسيب لكم لينك تحت الفيديو ده في الوصف تقدروا من خلاله تتابعوا قائمة هيكون فيها المنهج كامل بإذن الله. النهاردة هنبدأ مع أول درس في المنهج بتاعنا، فحبيت إن أنا برضو أوضح لكم إن إحنا بإذن الله هنشرح المنهج كامل مع بعض. تعالوا بقى نبدأ مع بعض النهاردة بيونت 1 اللي اسمها places we go اماكن احنا هنروح لها، او places to go يعني اماكن هنروح لها. اول حاجة هنبدأ النهاردة listen 1 conversation time، وقت المحادثة. listen ده متخصص او يعني خاص شوية بحاجات متعلقة بسؤال المحادثة وازاي ان احنا نتعامل معه. تعالوا ما نبدأ بقى باول صفحة معانا من الدرس الاول. اول حاجة معانا هنبدأ بالكلمات. عندنا بعض الكلمات ومتقسمة زي ما احنا شايفين كده لمربعات عشان تسهل علينا حفظها. طبعا كل مربع خاص بحاجة معينة، يعني people ده مربع خاص بالاشخاص. زي ايه؟ زي مثلا ان child معناها طفل، child معناها طفل. عايزك دايما تكرر الكلمة لما تسمعها child طفل. طب لو عايزين نقول اطفال كتير هل هنزود لها اس؟ لا، هنا مش هنزود لها اس، لان child من الكلمات اللي لما تتجمع بتكون الجمع بتاعها شاذ، ما بيزودش لي اس. بنزود ايه؟ بنزود r e n فتبقى children. children يعني ايه؟ يعني اطفال. كلمة adult معناها شخص بالغ، يعني حد مثلا في ثانوي، مثلا حد ايه معدي 16 او 18 سنة. كلمة receptionist معناها موظف او موظفة استقبال، receptionist موظف او موظفة استقبال، اللي بيكون موجود مثلا في الفندق بشكل كبير جدا، بيكون موجود في الفنادق، بيكون موجود في المطاعم كمان، بيكون موجود في البنوك وهكذا. الشخص اللي بيستقبلك وبيعرفك بقى ايه انت عايز تعمل ايه وبيتعامل معك. كلمة Egyptian معناها مصري. عايزين نعمل الجمع بتاعها بنزود عليها حرف الاس بس فتبقى Egyptians. كلمة Foreigners معناها اجانب، Foreigners معناها اجانب. نيجي على الاماكن places. طيب ايه الحاجات دي يا مستر ومهمة ليه احنا بناخدها، وليه بناخدها بالتقسيمة اللي احنا شايفينها دي؟ بناخدها بالتقسيمة دي علشان احنا عندنا سؤال بيجيب لنا اربع كلمات مع بعض كده، منهم مثلا ثلاث كلمات على الاماكن مثلا زي كايرو، زي مثلا ايجيبشن ميوزيوم وهكذا، ويجيب لنا كلمة واحدة مثلا زي ادلت. فيبقى ايه الكلمة المختلفة؟ يبقى adult هي الكلمة المختلفة، فبنخرجها بره الاربع كلمات وبنحط بدلها كلمة بتعبر عن مكان زي باقي الكلمات، وهنتعرف على كل ده ان شاء الله خلال المنهج بتاعنا. نيجي على places. اول مكان معانا طبعا places معناها اماكن، place فقط من غير اس معناها مكان. the Egyptian museum المتحف المصري، Egyptian museum. تمام، نحفظ الكلمة دي عشان مهمة جدا. كايرو طبعا القاهرة، حرف السي بيبقى كابيتال عشان دي مدينة. مومي رومز معناها حجرات المومياوات، مومي رومز، مومي رومز حجرات المومياوات. طبعا كلنا عارفين الموميا بتكون عاملة ازاي، اللي هي بتكون متحنطة بتاعة مثلا الفراعنة بقالها الاف السنين ولسه موجودة زي ما هي. كلمة ثيتر معناها مسرح. كده خلصنا الكلمات او الكلمات الخاصة بالاشخاص وبالاماكن. تعالوا ما نشوف بعض الصفات، adjectives صفات. زي ايه؟ زي كلمة free، free معناها مجانا، ولكن نعرف حاجة مهمة ان free بيجي معاها حرف جر كده لازق فيها في معظم الاحيان، بيجي وراها قبلها على طول. ايه هو حرف الجر؟ for، فبنقول دايما for free، for free. كلمة open معناها مفتوح. كلمة nice معناها لطيف او ايه او رائع. طبعا open ينفع تكون verb، ينفع تكون يفتح، تمام، ولكن احنا هنا واخدينها كايه؟ كصفة، فكصفة معناها مفتوح. كلمة nice رائع او لطيف، زي مثلا have a nice day يعني ايه؟ احظى بيوم لطيف. كلمة welcome معناها مرحب به، مرحب به. نيجي على بعض الكلمات الاخرى. كلمة under وديت من حروف الجر معناها اقل او تحت، اقل من او تحت. مثلا under مثلا 20 يعني ايه؟ اقل من 20. او ايه؟ او under the table يعني تحت الترابيزة. hours معناها ساعات، طبعا ال h silent هنا. hours معناها ساعات. thanks معناها اشكرك.
thank you معناها برضو ايه؟ اشكرك. فممكن نقول thanks او ممكن نقول thank you، الاثنين تمام. كلمة holiday معناها اجازة، holiday اجازة. daily معناها يوميا، daily معناها ايه؟ يوميا، سبت حد اتنين تلات كل يوم. طيب ايه اللي بيساواها في المعنى؟ بيساواها في المعنى every day. ولكن ناخد بالنا من حاجة مهمة جدا جدا هتنفعنا لحد ثانوي، ايه هي؟ ان هنا every day في فصلة زي ما احنا شايفين ما بين every وما بين day، دي كلمة ودي كلمة، تمام؟ معناها ايه؟ يوميا. عارفين لو حطيناها ورا بعض كده من غير فصلات هيبقى معناها كل يوم، فالمعنى هيختلف. عشان تبقى معناها يوميا زي daily بنعمل ايه؟ بنحط كلمة every لوحدها وday لوحدها. كلمة bound معناها جنيه، وle برضو معناها جنيه. except معناها ما عدا، except ما عدا. help يساعد كverb او مساعدة كايه؟ كاسم. help يساعد كفعل ومساعدة كاسم. am معناها صباحا. طب يا مستر يعني ايه صباحا؟ ده اللي هو مثلا الظهر والعصر وكده؟ لا، صباحا ده اللي هو ايه؟ من الساعة 12 بالليل لحد الساعة 12 الظهر. يعني الساعة 9 مثلا لما او الساعة 7 لما بتصحى عشان تروح المدرسة، ده بيكون ايه؟ بيكون AM. طيب امال PM بقى؟ PM معناها مساء. يعني ايه؟ يعني من 12 الظهر لحد 12 بالليل بقية اليوم بقى. يعني لما بترجع من المدرسة الساعة 3 بتبقى 3 PM او 3 PM، تمام؟ طيب كده خلصنا الصفحة الاولى بتاعتنا. تعالوا ما ندخل على الكلمات اللي بعد كده. عندنا كلمة good بتيجي مع بعض الكلمات زي ايه؟ طبعا بكل مرة اختلاف ايه؟ المعنى بيبقى مختلف شوية. زي مثلا good morning معناها صباح الخير، good morning صباح الخير. طيب لو انت صاحي متأخر بقى وبتصحى بعد الظهر مثلا في يوم جمعة او حاجة، فهتعمل ايه؟ مش تقول good morning بقى، خلاص الصباح عدى، هتقول ايه؟ هتقول good afternoon. good afternoon دي بتتقال امتى؟ بعد الظهر. طيب لو انت بالليل بقى ورايح تزور قرايبك او رايح تزور صحابك وعايز تقول لهم مساء الخير، فهتقول لهم ايه؟ good evening معناها مساء الخير، ودي طبعا بتتقال امتى؟ بالليل. طيب عندنا برضو كلمتين كمان good بيجي معاهم. كلمة good night معناها تصبح على خير او ليلة سعيدة، وgood day معناها يوم سعيد. ممكن نقول good night او ايه؟ او good day. نيجي نشوف ايام الاسبوع مع بعض، وعايزين نحفظهم يا شباب كويس جدا عشان مهم ان انت تكون عارف ايام الاسبوع. برضو هيجيلك في السؤال بتاع الاربع كلمات اللي شبه بعض اللي بيكون فيهم كلمة مختلفة، هيجيلك مثلا تلات ايام من ايام الاسبوع، ويجيلك مثلا يوم من ايام الشهر مثلا، او يجيلك كلمة من كلمات الشهر، فانت تكون عارف ان انت تعمل ايه؟ تشيل الكلمة بتاعت الشهر دي وتحط ايه؟ يوم من ايام الاسبوع، فلازم أن تكون حافظهم. يوم الحد معنى ايه؟ بصوا هسألهم عليكم. احنا عندنا كلمة day ثابتة، كلمة day ثابتة في كل الايه؟ في كل الايام السبع ايام في كلمة day. فكل اللي احنا كده احنا ايه؟ يعني مثلا الكلمة دي ست حروف، عرفنا كلمة day تلات حروف، ايه اللي ناقص؟ تلات حروف بس صغيرين. ادي هنا Sunday، Sunday معناها يوم الحد، يوم الحد. طيب Monday معناها يوم الاثنين، Tuesday معناها يوم التلات، Wednesday معناها يوم الاربع، الدي ما بتنطقش، Wednesday معناها يوم الاربع، Thursday معناها يوم الخميس، Friday معناها يوم الجمعة، وده اهم يوم بالنسبة لنا يوم الجمعة عشان هنتكلم عليه النهاردة شوية، Saturday معناها يوم السبت. تاني بقى مع بعض Sunday، Monday، Tuesday، Wednesday، Thursday، Friday، Saturday، تمام؟ جمعة، سبت، حد، اثنين، تلات، اربع، خميس. نيجي على بعض كلمات الاستفهام اللي لو انتم يعني عرفتم كل واحدة بتستخدم في ايه، هتبقوا من الناس الشاطرة جدا ان شاء الله في السنين الجاية كمان، لان دي حاجة اساسية معاكم هتفضل مكملة لحد ما تخلصوا ان شاء الله، لحد لما تدخلوا جامعة كمان. اول حاجة معانا what. what بنسأل بيها عن ايه؟ what بنسأل بيها عن الاشياء. طب هي معناها ايه؟ معناها ما او ماذا، ما او ماذا. مثلا لما احب اقول لواحد انت بتشتغل ايه؟ ماذا تعمل؟ فهقول له ايه؟ هسال بايه؟ هسال بوات. طيب لما احب اسال عن الميعاد بقى، عن الوقت، بسال بايه؟ بسال بوين. يبقى وات بنسال عن الاشياء، وين بنسال بيها عن الوقت معناها متى. طيب لو هسال عن المكان بسال بوير. يبقى وات اشياء، وين وقت، وير مكان، اشهر حاجات الاربعه دول كده اشهر حاجات.
بعد كده واي. واي بنسأل بيها عن السبب. يعني مثلا اخوك مثلا بيقول لك انا عايز جنيه منك، فانت عايز تسأله طب انت عايز الجنيه ده ليه، فهتسأل بايه؟ هتسأل بواي. تمام. يبقى وات وين وير واي. بعد كده هاو بنسأل بيها عن الكيفية. يعني ايه الكيفية يا مستر؟ احنا مش فاهمين الكيفية دي يا شباب. يعني ايه؟ يعني مثلا واحد مثلا بيلعب لعبة معينة، او واحد مثلا لو بتحبوا الكرة مثلا كلكم، ففي واحد مثلا بيلعب كورة فعمل حركة كده معينة انت مش عارف هي اتعملت ازاي، فانت لو عايز تقول له ايه انت عملتها ازاي دي، فهتسأله بايه؟ هتسأله بهاو. تسأله بهاو معناها ايه؟ كيف، ازاي عملتها. طيب لو عايز اسأل عن التمن او الكمية، التمن او ايه او الكمية، بسأل بايه؟ بهاو ماتش. هاو ماتش معناها كم. طب لو عايز اسأل عن العدد، العدد بسأل بايه؟ بهاو ميني. نفرق الفرق بين هاو ماتش دي للكمية، الكمية يعني كلمات لا تعد، زي مثلا ايه؟ زي المية، زي مثلا الاكل. اما هاو ميني بقى بنسأل بيها الكلمات التي تعد، زي ايه؟ زي مثلا الكتب، زي مثلا الاقلام وهكذا. طبعا هاو ماتش اشهر حاجة بنستخدمها فيها هي ايه؟ هي التمن. هاو ماتش بنستخدمها لما نيجي نسأل على سعر حاجة معينة. تعالوا ما نشوف تصريفات الافعال برضو. ليه بنعرف تصريفات الافعال؟ بنعرف تصريفات الافعال عشان نفس السؤال اللي عمال اكرره عليكم من بدري، السؤال بتاع الاربع كلمات اللي شبه بعض. ساعات بيعمل ايه؟ ساعات بيقوم جاي الاستاذ جايب لك مثلا الكلمة دي والكلمة دي والكلمة دي، وبعد كده يقوم جايب الكلمة دي. طيب يا مستر ايه الفرق؟ ما كلهم افعال. لا، التلاتة دول افعال في زمن المضارع، اما دي في زمن الماضي. فايه هنا المختلف؟ المختلف دي، فهنقوم شايلينها وحاطين ايه؟ حاطين المضارع بتاعها. تمام. هنشوف ده ان شاء الله كله خلال الوحدة بتاعتنا. اول حاجة هيلب، اتفقنا معناها مساعدة او يساعد. هنا احنا بناخد ايه؟ الافعال. فالافعال عندنا في نوعين من الافعال، افعال منتظمة وافعال غير منتظمة. احنا نحب ايه منهم ونكره ايه؟ احنا نحب الافعال المنتظمة، ويعني ما نحبش الافعال الغير منتظمة، وهنعرف ليه بقى. الافعال المنتظمة دي جميلة جدا. احنا عندنا المضارع بتاعها سهل بنحفظه، هيلب، اوبن، انكلود، ثانك فور، كل ده سهل جدا زي الكلمات بالظبط ونعرف نحفظهم. طيب لما يكون عندنا كلمة في المضارع زي هيلب مثلا دي يساعد، لو عايز اجيب الماضي بتاعها بقى اللي هو ايه؟ ساعد، حد ساعد خلاص والموضوع انتهى، بعمل ايه؟ بحط اي دي، بحط اي دي. تمام. وهيبقى عندنا كمان تصريف ثالث ان شاء الله في الاعدادي برضو في الافعال المنتظمة. الافعال المنتظمة سهلة، انت عندك الفعل في المصدر اهو اللي هو بتاع المضارع، لما بتيجي تجيب التصريف الثاني اللي هو الماضي او التصريف الثالث بتحط اي دي بس كده، تجيب المصدر ده وتحط له اي دي. زي ما احنا شايفين ادي هيلب بقت ايه؟ هيلبد، حطينا لها اي دي. ادي اوبن يفتح، مش احنا اتفقنا اوبن يعني يفتح ومفتوح؟ فاكرين اما قلت لكم ان هي صفه مفتوح، اما كفيرب معناها يفتح. ادي هنا اوبند يعني مفتوح خلاص، اتفتح خلاص. انكلود يشتمل على، يعني مثلا القايمه دي تشتمل على 10 انواع من الايه؟ من الاكل او 10 انواع من الاطباق. طيب عايز اجيب الماضي بتاعها هزود هنا الدي بس. ليه؟ علشان هنا في ايه اصلا؟ ايه فعل منتهي بايه، يبقى بنزود له دي بس. ثانك فور معناها يشكر على. طيب عايز ازود، عايز احط لها في الماضي بقى بعمل ايه؟ اخرها كي، خلاص نزود اي دي عادي جدا بقى، يبقى ثانكد فور. طيب نخاف من ايه بقى يا مستر؟ او ايه اللي هياخد مننا مجهود شويه؟ اللي هياخد مننا مجهود شويه الافعال الغير منتظمه. ليه؟ لان كل حاجه منهم ملهاش قاعده، دي كلها لازم تتحفظ. يعني هنا انا قلت لك قاعده ان انت عندك ممكن تحفظ الكلمه دي بس، يعني الاربع كلمات دول بس، وما تحفظش دول. ليه؟ لان انت عارف ان هيلب ايدي وراها ايدي عشان تجيبها في الماضي، اوبن ايدي عشان تجيبها في الماضي، انكلود اخرها اي فهنحط دي بس، ثانك اخرها كي فعادي هنحط ايدي، ما سهله جدا. اما هنا لا، هنا لازم تحفظ الست كلمات، ست كلمات على بعض تحفظه. هنا كوست معناها ايه؟ يتكلف، يعني حاجة بتكلفك فلوس، بتكلفك 2 جنيه، بتكلفك 10 جنيه. طيب لو عايز اجيبها في الماضي هي نفس الكلمة، كوست برضو، ما زودناش اي دي بقى ولا عملنا أي حاجة، هي نفس الكلمة. طيب عايزين نقول إن في شخص بيدخل مكان، فبنقول إيه؟ جيت إن. طب لو عايزين نقول إن شخص دخل مكان في الماضي بقى، إن هو دخل خلاص، فبنقول إيه؟ جوت إن. طبعًا إن ثابتة مالهاش دعوة بالموضوع، ولكن الفكرة في جيت وفي إيه؟ وفي جوت.
هنا كانت بالاي هنا بقت بالاو. طيب ده بقى من اهم الافعال في اللغه الانجليزيه، هو ايه؟ هاف. هاف ملوش تصريف في المضارع واحد، ده ليه تصريفين في المضارع. هاف ليه تصريفين في المضارع، ايه هما؟ ليه هاف وليه هاز. امتى يا مستر يبقى هاف وامتى يبقى هاز؟ بيبقى هاز مع مين؟ مع هي وشي وات. مع هي وشي وات واي فاعل مفرد. يعني ايه اي فاعل مفرد؟ يعني احمد، يعني منى، يعني مي، كل دي ايه؟ مفرد. احمد ده شخص واحد ومنى بنت واحده، فايه بيبقى معاهم هاز. طيب امتى يبقى هاف بقى؟ هاف مع وي يو زي وي يو زي اي، يبقى اي وي يو زي واي فاعل جمع. اي هاف يو هاف وي هاف زي هاف واي فاعل جمع. يعني اي فاعل جمع زي الطلاب مثلا، الطلاب او المدرسين، دي ايه؟ جمع، مجموعه كبيره يعني. طيب في الماضي لا، في الماضي سهله بقى، في الماضي ما فيش التقسيمه دي، هي كلمه واحده بس، هي ايه؟ هاد. يبقى يمتلك او لديه في المضارع ليها تصريفين، اما في الماضي هاد، مهما اختلف الفعل هتبقى ايه؟ هاد. كده خلصنا الصفحة التانية بتاعتنا. نيجي على حاجة بقى مهمة جدا جدا، وهي read and learn. هنقرأ بعض الجمل المهمة اللي لازم نعرف شكلها كويس قوي، نتعلم ان احنا نكتبها كويس، وناخد بالنا من بعض الحاجات فيها اللي هقول لكم عليها دلوقتي. اول حاجة عندنا ايه؟ عندنا سؤال اهو زي ما احنا شايفين، اسمه ايه؟ How can I help you؟ How can I help you معناها ايه؟ معناها كيف يمكنني مساعدتك. يبقى دي بنقولها امتى؟ لما نيجي واحد مثلا شايفينه مثلا راجل كبير مثلا مش عارف يعدي الشارع، فانت عايز تساعده، فبتقول له ايه؟ كيف يمكنني مساعدتك؟ How can I help you. اتفقنا ان how معناها ايه؟ برافو عليكم، معناها كيف. كان معناها استطيع. تمام، نعرف قاعده برضو مهمه قوي، ان الفعل اللي بيجي بعد كان بيكون في المصدر، زي ما احنا شايفين كده هيلب، فاكرين هيلب المصدر ده اللي هو المضارع يعني، فاكرين هيلب كانت عامله ازاي؟ كانت هيلب في المضارع، وكانت في الماضي بنزود اي دي. احنا هنا جايبينها فين؟ جايبينها اهو في المضارع. ليه؟ عشان جايه بعد كان، اي حاجه بعد كان بتكون في المصدر. سؤال كمان، what are your hours؟ what are your hours؟ هنا بنسال عن ايه؟ ما هي مواعيد العمل لديكم؟ او مواعيد الزيارة لديكم؟ الاتنين تمام. نعرف حاجة، ان هنا وات اهو عرفنا ان هي معناها ايه؟ ما او ماذا. تمام، نعرف ان هنا جبنا ار. ليه جبنا ار؟ علشان يور اورز جمع، شايفين حرف الاس؟ حرف الاس اهو. اما لو كان هنا حاجة مفرد كنا قلنا از. تمام، طيب وي ار اوبن فروم 9 تو 7، احنا بنفتح من ايه؟ من 9 لـ7. تمام، ده الرد على الايه؟ على السؤال ده. ناخد بالنا هنا برضو من ايه؟ ناخد بالنا هنا من ان احنا هنا عشان في وي، وي ده جمع فبيجي معاه ار، وي جمع فجبنا ايه؟ ضمير جمع فجبنا معاه ار. وي ار اوبن فروم 9 تو 7، احنا بنفتح من ايه؟ من او المكان مفتوح من 9 الى 7. خلي بالكم ان اوبن هنا adjective، صفة، ما هيش فعل. طب عرفنا منين؟ هي دي كبيرة عليكم شوية، ولكن خليكم عارفين بس ان هنا open بتبقى ايه؟ بتبقى adjective بمعنى مفتوح، مفتوح. تمام، طيب are you open on Fridays؟ هل انت بتكون ايه؟ مفتوح، او هل المكان ده، المحل ده، او المتحف ده بيكون مفتوح في ايام الجمعة؟ ليه هنا حاطين الاس؟ علشان هنا انا مش قصدي يوم الجمعة الجاية بس، او الجمعة ديت بس، لا ده انا قصدي اي يوم جمعة، الجمعة ديت والجاية واللي فاتت، اي يوم جمعة. عشان كده قلت ايه؟ Fridays، اي يوم جمعة. طب لو عايز اقول اي يوم حد هقول ايه؟ Sundays. بجمع ايه؟ بجمع days بس بحط حرف الاس هنا في الاخر. ناخد بالنا من حاجة مهمة، ان هنا اي ايام الاسبوع بيجي قبلها ايه؟ حرف الجر on. يبقى Fridays بيجي قبلها حرف الجر ايه؟ on. قال له ايه الراجل؟ قال له وي ار اوبن ديلي، احنا بنفتح ايه؟ يوميا، احنا المكان عندنا مفتوح يوميا. طب لو عايزين نشيل ديلي ونحط كلمه ثانيه هنقول ايه؟ افري كلمه لوحدها بعد كده ايه؟ داي، افري داي. تمام، افرض عايزين نسال مثلا على ايه؟ تكلفه الدخول بقى، عايزين نعرف ندفع كام عشان ندخل ايه؟ المتحف المصري مثلا، فنسال نقول ايه؟
how much does it cost to get in. how much اتفقنا ان how much دي أداة الاستفهام اللي بنسأل بها عن السعر، وأدي هنا does الفعل المساعد. تمام، أي حاجة أي الفعل اللي بيجي بعد do أو does أو did بيجي فعل في المصدر زي ما احنا شايفين كده، اللي هو ايه؟ اللي هو كوست. انا بسهل يعني بفهمك علشان ان انت تعرف تحفظ الكلمات دي وانت فاهم، مش وانت حافظ وخلاص. فلما يجيب لك في الاختيارات حتى حته ناقصه منهم تعرف ان انت ايه تجيبها. How much does it cost to get in؟ تكلفه قد ايه عشان اقدر ادخل المتحف ده مثلا؟ قال له it's 2 pounds for Egyptians. ايه الفلوس؟ 2 جنيه لمين؟ للمصريين. 2 pounds 2 جنيه. طيب children are under 5 are free. الاطفال اللي عندهم تحت 5 سنين ايه بيدخلوا بايه؟ بالمجان. بيدخلوا بالمجان، خدنا ان ايه فري معناها ايه مجانا، بيدخلوا مجانا كده من غير اي فلوس. does that include the mummy rooms؟ هل ده بيتضمن الحجره او حجرات المومياوات؟ يعني ايه؟ يعني هل الاطفال برضو يقدروا يدخلوا الحجرات بتاعت المومياوات ببلاش زي ما انتوا شايفين؟ ادي does، هنا does عشان كده جبنا include فين؟ في زمن المضارع، او جبناها في المصدر، جبناها في المصدر زي ما احنا شايفين، ما حطيناش دي ولا اي حاجه في الاخر. طيب وهنا عشان كان في ايه، هنا في ذات فحطينا قبلها ايه does. thanks for your help، شكرا لايه لمساعدتك. ناخد بالنا ان thanks ممكن ايه، ادي هنا thanks for، thanks for شكرا على مساعدتك. have a nice day يعني ايه، اتمنى لك يوما سعيدا او احظى بيوما ايه سعيدا، يعني بتنهي المحادثه بشكل لطيف مع ايه مع الشخص ده. شفتوا يا شباب نعرف الكلمات دي كويس جدا، نعرف الملاحظات اللي انا قلتها لكم ديت عليها كويس قوي، علشان هتجيلنا النهارده في الاسئله كمان شويه هنجيب عليهم اسئله. تعالوا بقى اما نشوف المحادثه اللي قدامنا دي. listen and repeat، استمع وكرر اللي احنا هنقوله ده، وعايزين نشاور على الناس اللي بتتكلم. then listen again. تمام، هنا الريسبشنست، مين الريسبشنست؟ ادي الريسبشنست اهي قاعده هنا اهي، بتقول ايه؟ good morning يعني صباح الخير. the Egyptian museum المتحف المصري، بتقول له ايه؟ انا هنا شغاله في المتحف المصري. how can I help you؟ ازاي اقدر ايه اساعدك؟ فاكرين how can I help you؟ اي how can I help you يعني كيف يمكنني مساعدتك بالعربي كده، يعني ايه ازاي اقدر ايه اساعدك. فهنا عندنا كريم اهو، ولد هنا قاعد اهو في البيت بتاعه، فبيقول لها ايه هاي وات ار يور اورز، يعني انتوا ايه بتفتحوا امتى؟ فقالت له وي ار اوبن فروم 9 تو 7، احنا بنفتح من 9 ل 7 زي ما انتوا شايفين كده في الصوره اهو. اورز 9 اي ام 7 بي ام، من 9 الصبح لايه ل 7 بالليل. طيب يا ترى هيقول لها ايه طيب كريم ده؟ فكريم قال لها ايه؟ Are you open on Fridays؟ هل انتوا بتفتحوا يوم ايام الجمعة؟ يعني اي يوم جمعة كده انتوا شغالين عادي؟ فقالت له ايه بقى؟ قالت له Yes we are open daily، ايوه احنا بنفتح ايه؟ احنا بنفتح كل يوم، يعني مالناش اجازات، حتى يوم الجمعة شغالين عادي. قال لها How much does it cost to get in؟ اتفقنا how much بنسأل عن السعر او عن الثمن، ادفع قد ايه عشان ادخل؟ قالت له زي ما انتم شايفين هنا في الصوره 2 جنيه للمصريين و20 جنيه للاجانب، يعني بننصب على الاجانب 2 جنيه للمصريين و20 للاجانب. فقالت له ايه؟ اتس 2 باوندز فور ايجيبشنز، 2 جنيه للمصريين اند 20 باوندز فور فورينرز، يعني ايه؟ و20 جنيه للاجانب. children under 5 are free، الاطفال اللي عندهم اقل من 5 سنين بيدخلوا ايه مجانا من غير اي فلوس. قال لها does that include the mummy rooms، هل ده بيتضمن حجره المومياوات او حجرات المومياوات كمان معانا عادي؟ قالت له ايه no it doesn't، لا ال2 جنيه دول عشان تدخل المتحف بس، انما بقى جوه يعني ايه تدفع تاني عشان تدخل حجره المومياوات. قال لها ايه thanks for your help، شكرا على مساعدتك كتر خيرك. قالت له يو ار ويلكم، انت ايه مرحب بيك او يعني شرفتنا. هاف ا نايس داي يعني ايه اتمنى لك يوما سعيدا. زي ما انتم شفتوا كده دي كانت المحادثه ما بين كريم وما بين الريسبشنست، واستخدمنا فيها الجمل اللي قلناها من شويه في الصفحه اللي فاتت. تعالوا اما نشوف ايه اللي معانا بعد كده
دي اهم فقرة معانا، هي ايه؟ فقرة الملاحظات اللغوية. ملاحظات لغوية سهلة جدا جدا، وهنتعرف عليها برضو ببساطة مع بعض. عندنا هنا بعض حروف الجر، تعالوا ما نتعلم، واحنا قلناها من شوية اصلا واحنا ايه بنتكلم، ان احنا بنستخدم حرف الجر اون قبل ايام الاسبوع زي ما قلت لكم من شوية. طيب هل قبل ايام الاسبوع بس؟ لا، وكمان قبل ايه؟ قبل كلمة holiday. holiday اللي هي معناها اجازة، يبقى ممكن نقول we are open on Fridays او on holidays. طيب يا مستر السؤال هنا هيجي ازاي؟ السؤال هنا هيجي we are open نقط Fridays، ويقول لك on ولا in ولا at ولا under، فانت لازم ان تكون عارف ان طالما في Fridays يبقى قبلها حرف الجر on. تمام. تاني قاعدة معانا، تستخدم او نستخدم حرف الجر under، اتفقنا ان حرف الجر ايه؟ ان under حرف جر بمعنى تحت او اقل من. The ball is under the table، قلت لكم المثال ده من شوية، ان الكرة تحت ايه؟ تحت الترابيزة. او children under 10 are free، الاطفال تحت عمر 10 سنين بيكونوا ايه؟ بالمجان. يبقى under معناها تحت او اقل من، ادي هنا معناها تحت وادي هنا معناها اقل من. طيب لو عايزين نقول من الى، فاكرين كنا بنقول ايه؟ بتاعت 7 ل 9، من 7 ل 9 كنا بنقول ايه؟ we are open from ونحط الرقم، to ونحط الرقم. طب ده انهي رقم وده انهي رقم؟ from ده بنحط رقم البداية، بنحط رقم ايه؟ البداية، يعني مثلا 10 الصبح، to 8 مثلا رقم النهاية بقى، المكان اللي انت او الوقت اللي انت هتقفل فيه. يعني مثلا لو هندي مثال ان احنا بنتكلم هنا على المتحف المصري، فهنقول ايه؟ we are open from 10 to 8، معناها ان احنا بنفتح من الساعة 10 الى الساعة كام؟ الى الساعة 8. يبقى دي معناها من، ادي هنا from دي معناها من، وهنا to معناها ايه؟ معناها الى. يلا نكمل مع بعض، نستخدم حرف الجر for مع كلمة thank، زي ما شفنا من شوية thanks for the flowers او thanks for your help. for مع ايه؟ مع كلمة thank، عشان ايه؟ نشكر شخص على حاجة معينة. عندنا open و help، بعض الكلمات تستخدم كصفة زي open، اتفقنا ان open معناها ايه؟ كصفة مفتوح، وكفعل زي open برضو بمعنى ايه؟ يفتح. فهنا the museum is open هنا صفة بمعنى مفتوح، عرفنا منين؟ علشان هي جاية بعد verb to be. هنا verb to be هو الفعل الايه؟ الاساسي اللي هو is. is هنا متصرف في المضارع، عارفين طبعا ان verb to be بيتصرف في المضارع بثلاث اشكال، يا اما am يا اما is يا اما are. am مع I، is مع he she it واي فعل مفرد، are مع we you they واي فعل جمع. طيب لو هنا بقى، هنا جاية ايه؟ هنا هي الفعل الرئيسي، الفعل الرئيسي عشان كده هي جاية هنا كفعل بمعنى يفتح. help نفس الوضع، help ممكن تيجي كفعل بس مش كصفة بقى، كاسم. هنا جاية كايه؟ how can I help you، هنا جاية كايه؟ كفعل. ليه؟ علشان هنا مفيش verb to be ولا في حاجة، لازم الجملة يكون فيها فعل، فين الفعل هنا؟ مفيش، هو فين؟ هو help بس. يبقى هنا جاية فعل بمعنى يساعد. هنا thanks for your help معناها ايه؟ شكرا على مساعدتك، فهنا جاي كاسم بمعنى مساعدة. اتفقنا يا شباب؟ يلا نكمل مع بعض. القاعدة او الحالة التالتة، كلمات متشابهة في النطق، بعض الكلمات اللي احنا بننطقها زي بعض، زي ايه؟ زي هنا to معناها الى، وهنا to معناها اتنين، وهنا to بس باتنين او معناها ايه؟ معناها ايضا. شايفين؟ نفس النطق، ولكن ايه؟ ولكن دي معناها الى اللي هي بقو واحدة، تو دي معناها اتنين تي دبليو او، تو اللي هي تي او او معناها ايه؟ ايضا. كمان وير معناها، دي اداة استفهام معناها اين، وير ده تصريف فيرب تو بي في الماضي مع الجمع اللي هي معناها كانوا، وي ار او وير برضو هنا لما بناخدها بقى كايه مختصرة بتكون معناها ايه؟ نحن نكون، دي اختصار وي ار، ماشي؟ فلما بنطقها بقى ايه باختصار بتبقى ايه؟ بتبقى وير برضو. هاو ميني وهاو ماتش، اتفقنا ان هاو ميني بنسال عن العدد، اما هاو ماتش بنسال عن حاجتين، يا اما السعر يا اما الكميه. طبعا قلنا الكلام ده كله مع بعض من شويه واحنا بنشرح ادوات الاستفهام. هاو ميني بنسلز دو يو هاف، معاك كام قلم؟ فقال له ايه؟ 3 بنسلز، 3 ايه؟ 3 اقلام رصاص. اتفقنا بس حاجه كده ليكوا عشان الاعداد ان شاء الله، ان هاو ميني بيجي وراها ايه؟ كلمه تعد،
كلمة تعد يعني ايه؟ يعني كلمة ينفع نعدها 1 2 3 4، تمام؟ طيب هنا بقى how much are the pencils، how much are the pencils، how much لو هنسأل على السعر يجي وراء اي حاجة، زي هنا جت pencils عادي اهي. طب لو هنسأل عن الكمية، لا الكمية بقى يبقى يجي وراها ايه؟ حاجة لا تعد. فما نشغلش بالنا بالموضوع دلوقتي، ولكن ايه نعرف بس ان هاو مني بنسأل عن العدد، هنا قلنا ايه 3 اقلام، اما هنا هاو ماتش بنسأل عن ايه، عن السعر او الكمية. فهنا قلنا they are 5 pounds each، كل واحد ايه كل قلم رصاص ب5 جنيه، تمام. عايزين نقول بقى ايه ان حاجة بتكلف شخص ما حاجة، يعني بتكلفك فلوس، ففي ليها طريقتين، يا اما cost for وبنجيب شخص، او cost to وبنجيب فعل في المصدر. مش فاهمين يا مستر؟ تعالوا اما نشوف المثال ده يوضح لنا. How much does it cost for adults او for children؟ يعني ايه؟ يعني هي بتكلف قد ايه للبالغين او للايه؟ للاطفال. كم التكلفة للبالغين او كم التكلفة للاطفال؟ يبقى سألنا عن التكلفة عادي اهو، ولكن لما جبنا for جبنا وراها شخص، طبعا adults ده ايه؟ شخص اهو، اشخاص يعني، وchildren برضو اشخاص بني ادمين. طيب انما هنا بقى how much does it cost to get in، هنا حطينا to عشان كده جبنا فعل في المصدر اهو get in، اتفقنا؟ في المصدر ده اللي هو ايه التصريف بيكون في المضارع، زي ما لو رجعت ورا شوية هتلاقي ان احنا شرحنا ان get in في المضارع بتكون في الشكل ده، اما في الماضي بتكون ايه got in G-O-T. طيب نيجي على السؤال، ممكن نسأل بكذا طريقة، اللي معاكم دلوقتي يعني حاجتين بس ايه صغيرين كده، هما verb to be، ممكن نستخدم verb to be عشان نسأل عن الصفة او الاسم. يبقى verb to be بنسأل عن ايه؟ الصفة او الاسم فقط، ملناش دعوة بالفعل، ملناش دعوة بالفعل دلوقتي خالص. فهنا مثلا بنقول ايه are you open on Fridays، هنا عايز اقول ايه هل المكان ده مفتوح في ايام الجمعة، او ممكن اقول is this your school، هل دي مدرستك، طبعا دي صفة ودي ايه ودي اسم. طيب انما do و does و did دي لما بنسأل او بنستخدمها بنسأل عن ايه، عن الفعل. خلي بالكم ان السؤال ده معناه هل، والسؤال ده برضو معناه هل، يعني سواء verb to be معناه هل، وهنا do does معناها هل، ولكن نفتكر ان هنا بنستخدم بعدها يا اما صفة يا اما اسم، اما do does و did بنستخدم بعدها فعل. does that include او هنا do you like، طبعا ده فعل وهنا ايه ده فعل. يا رب تكون وضحت بالنسبة لكم. نيجي على اللانجوج فانكشنز، الوظائف اللغوية، حاجات بتعرفنا ازاي نتكلم، ازاي ان احنا نتعامل برضو مع اسئلة المحادثة، ازاي ان احنا ايه نعرف نرد وهكذا. تعالوا اما ناخدهم برضو واحدة واحدة. اول حاجة عندنا 4 بس. اول حاجة offering help. offering help معناها تقديم المساعدة. ازاي يعني اعرض على واحد ان انا ساعده؟ الطريقة اللي خدناها لسه من شوية، يعني ما تخافوش الموضوع ايه يبان ان هو كبير، ولكن احنا كل الكلام ده قلناه. how can I help you، ازاي اقدر ايه اساعدك، قلناها دي كام 3 مرات. او what can I do for you، دي طريقة جديدة، دي ايه طريقة جديدة اهي. what can I do for you برضو معناها ايه، كيف يمكنني مساعدتك. يبقى تحفظ الاتنين دول، ده سؤال معناه كيف يمكنني مساعدتك، وده برضو ايه معناه كيف يمكنني مساعدتك. يبقى ممكن نسأل بهاو او ممكن نسأل ايه بوات زي ما انتوا شايفين. طيب فالراجل قال ايه I want a ticket please، انا عايز ايه تذكرة، ده الرد ملناش دعوة بيه دلوقتي. طيب لو عايزين نسأل عن مواعيد عمل المتحف، خدنا ايه، خدنا الجملة دي برضو كتير جدا، what are your hours، what are your hours يعني ما هي مواعيد العمل لديكم، او how many hours are you open، دي طريقة تانية ممكن نسأل بيها عن ايه، عن عدد او عن ساعات العمل. فالرد كان ايه we are open from 9 to 7. قال له are you open on Fridays، هل انتوا بتفتحوا يوم الجمعة او ايام الجمعة، خدنا برضو الجملة دي. فقال له ايه yes we are open daily، احنا بنفتح ايه كل يوم، ما عندناش اي اجازات. خلي بالكم عشان الحاجات دي هتيجي في الاسئلة كمان شوية. لما بنيجي نشكر شخص ما بنقول له ايه، بنقول له thanks او thank you for your help، thanks او ايه او thank you، thanks او thank you. طيب هو هيرد يقول لنا ايه بقى، احنا كده شكرناه، فهو عايز يقول لنا العفو
صح؟ مش احنا لما حد بنقول له شكرا بيقول لنا العفو، فبيقول ايه you are welcome يعني ايه العفو، او ايه او على الرحب والسعه يعني شكرا يعني ايه عادي نورتنا يعني. طيب ايه wishing معناها التمني، لما بتتمنى لحد ايه حاجه كويسه فبتقول ايه have a nice day يعني اتمنى لك يوما سعيدا. طبعا هو هيرد عليك ويقول لك thank you او thanks اللي احنا لسه واخدينهم دلوقتي، بيقول لك شكرا ان انت بتتمنى لي ايه يوم سعيد. كده احنا خلصنا الدرس بتاعنا النهارده. دلوقتي عندنا سؤال، سؤال هنسمع دلوقتي سؤال استماع، وبعدين انتوا كل اللي عليكم انا هقول دلوقتي بعض الجمل، عندنا اربع اسئله انا هقول بعض الجمل سؤال واجابه تمام، وانتوا كل اللي عليكم تشوفوا هل الجمله دي اللي اتنطقت الجمله اللي هي ايه ولا الجمله اللي هي بي. تعالوا اما نشوف الاول الاربع اسئله زي ما انتوا شايفين كده. اول حاجه it costs 5 pounds children under 4 are free. شوفوا انا هقول الجمله دي ولا هقول الجمله دي، وهكذا هنا yes we are open daily yes we are open every day. هل انا هقول every day ولا هقول daily؟ الاثنين نفس المعنى، ولكن هل هقول دي ولا هقول دي؟ do you need any help؟ دي طريقة على فكرة ان انت تسأل حد برضو لو هو محتاج مساعدتك. او can I help you؟ يا ترى انا هستخدم اني طريقة؟ where is your school؟ او where is the Egyptian museum؟ يا ترى انا هسأل عن مدرستك ولا هسأل عن ايه؟ عن المتحف المصري. ركزوا بقى يا شباب وشوفوا هنستخدم ايه. اول حاجة how much does it cost for children؟ it costs 5 pounds. مفروض تكونوا جبتوا كده إجابة أول سؤال. تاني سؤال are you open on Fridays؟ yes we are open daily. رقم تلاتة can I help you؟ yes please. رقم أربعة where is the Egyptian museum in Cairo؟ يبقى كده الإجابات بتاعتنا عشان الناس اللي جاوبت تصحح بقى لنفسها. أول واحدة هتكون it costs 5 pounds، تاني واحدة هتكون yes we are open daily ما قلناش every day، تالت واحدة هتبقى can I help you، رابع واحدة هتبقى where is the Egyptian museum، سألنا عن المتحف المصري ما سألناش عن المدرسة. كده ده السؤال الأول وده نوع من الأسئلة فحبيت إن أنا أجيبه لكم. نيجي دلوقتي على سؤال المحادثة، نفس السؤال اللي فات برضو عندنا محادثة يعني مش هنختار من دماغنا. على فكرة انتوا لو شطار تعرفوا تجاوبوا المحادثة دي من غير الاستماع كمان. ليه؟ لأن هنا احنا خدنا بعض الجمل دي، لما نخلص هوريكم ان احنا خدنا الجمل دي كلها اصلا. هنا عندنا آية وعندنا the receptionist، آية بتكلم ايه موظف الاستقبال، فبتقول له is it the Egyptian museum؟ هل ده المتحف المصري؟ فهو قال لها ايه؟ yes it is. ماشي؟ شوفوا ايه اللي ناقص بقى واكتبوه. بعد كده آية قالت له what are your hours؟ بتسأله عشان على ايه؟ على مواعيد ان هم فاتحين امتى؟ قال لها we are open from 9 to 7. Are you open on Fridays? Yes we are open daily. يبقى الإجابة الأولى كانت yes it is. الإجابة الثانية كانت what are your hours عشان بنسأل على المواعيد بوات، على المواعيد بتاعة فتح المكان. والإجابة الثالثة كانت Fridays زي ما سمعنا على أيام الجمعة. والإجابة الأخيرة كانت daily. طيب إزاي يا مستر نجاوب الكلام ده من غير ما نستمع أصلا؟ ببساطة شديدة جدا ان هنا سؤال بهل، سؤال بهل بيبقى اجابته حاجة من اتنين، يا اما بيس يا اما بنو. تمام؟ طيب نعرف منين بقى اذا كانت يس ولا نو؟ لو هنا كانت لو دي كانت نو عارفين كانت هتبقى ايه؟ it is not. كان هنا مش تبقى is كانت تبقى not. it is not. فطالما هنا مفيش نفي يبقى هنا كانت يس. طب لو هنا كان في is not يبقى هنا كانت نو وهكذا. طيب السؤال ده مش احنا خدناه كتير جدا وخدنا الرد بتاعه؟ ادي الرد عندنا اهو، فنقدر ان احنا نجيب السؤال او نتوقع السؤال ايه بنفسنا لاننا درسناه. Are you open on وبيجي بعدها ايه؟ يوم من ايام الاسبوع او زي ما احنا شايفين Fridays، وجات كتير جدا والاجابه كانت بتبقى ايه؟ Yes we are open daily او every day. تمام؟ ولكن طبعا عندنا في سته المنهج بتاعنا استماع، بنستمع وبعد كده نجاوب احنا ونكتب الاجابه بتاعتنا. ان شاء الله في الاعدادي بقى هتعملوا اللي انا بقول لكم عليه ده. نيجي على السؤال الثالث معانا من التدريبات بتاعتنا، هو سؤال الاختيارات. اول حاجه هاو نقط داز ات كوست، احنا بنسال بايه لما يكون كوست دي معناها ايه؟ التكلفه، التكلفه اللي هي السعر. احنا بنسال عن السعر بايه؟ بهاو ميني ولا هاو ماتش ولا هاو اوفن ولا هاو لونج؟ طبعا الاجابه هتكون هاو ماتش، هاو ماتش داز ات كوست. السؤال اللي بعد كده
ار يو اوبن نقط فرايديز. هو فرايديز بيجي قبلها حرف الجر ايه؟ فاكرين قلت لكم على السؤال ده وانا بشرح ولسه جاي من شويه، حرف الجر اون. ار يو اوبن اون فرايديز. السؤال الثالث، اتس تو نقط فور ايجيبشنز، يا ترى تو ايه؟ تو تشيلدرن، طفلين للمصريين، ولا تو فرايديز، ولا جمعتين للمصريين، ولا تو باوندز، 2 جنيه للمصريين، ولا تو ميوزيوم، متحفين للمصريين؟ طبعا واضحه جدا ان هي تكون ايه؟ تو باوندز. وكانت عندنا كمان في المحادثه اللي كانت قررناها من شويه. السؤال الاخير، هاو كان اي نقط يو، يا ترى فاكرين قلت لكم كان بيجي وراها ايه؟ كان بيجي وراها الفعل في المصدر، ده فعل في الماضي، وده فعل متضاف له اي ان جي فمش في المصدر، وده فعل في المضارع البسيط متضاف له اس فمش في المصدر. اما ايه اللي في المصدر؟ اللي في المصدر هيلب، هيلب اهي في المصدر زي ما انتم شايفين كده. كده خلصنا الاربع اسئله، دول اربع اسئله عايزكم تحلوهم وتكتبوا الاجابات في التعليقات. What are your not from كذا to كذا؟ يبقى what are your ايه؟ ها we not open daily، لسه شايفينها من شويه في المحادثه بتاعت اير ريسبشنست. وي ايه open daily؟ حرف وي ضمير، ضمير بيجي وراء ايه بقى؟ هاف ا نقط داي، لما بتتمنى لحد يوم بتتمنى يوم باد ولا هارد ولا نايس ولا بيج؟ ثانكس فور يور، يور ايه؟ ها مستني اجاباتكم على الاربع اسئله دول في التعليقات ان شاء الله، عشان اشوف مين اللي قدر يجاوب الاربع اسئله صح ومين عنده مشاكل فيهم واصححهم له ان شاء الله. كده احنا خلصنا الدرس الاول، اتمنى ان هو يكون كان سهل عليكم وان انا اكون قدرت اوصله لكم بشكل كويس وبشكل بسيط. ان شاء الله هكون معاكم خلال الترم كامل، هنشرح منهج الانجليزي كله على بعض وهنراجع عليه وهنحل مع بعض كتير جدا. تابعوني بقى ان شاء الله، وهتلاقوا لينك تحت الفيديو ده في الدروس كلها ان شاء الله اللي هتنزل، هعمل قائمة كده ليكم علشان تقدروا تتابعوها بسهولة، تقدر تجيب كل الدروس، ولو فاتك اي درس تقدر ان انت ترجع للقائمة دي في اي وقت. اشوفكم على خير يا شباب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.